السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا لليوم اللي راح نحكي ونتحدث عن خلاط النيون الأسطوري. طبعا على حسب رغبة الجميع، والكل بيكتب لنا كان في الكومنتات زورو بدنا مقطع عن خلاط النيون، فيعني على حسب رغبتكم إن شاء الله راح نستعرض هذا الخلاط مع أفضل البركات، وطبعا يعني مع الشخصيات، لأنه هذا الخلاط تقدر تستخدمه مع أكثر من شخصية وأكثر من بونص تقدر تستخدمه إذا كانت عندك متوفرة هاي البونصات، وإن شاء الله كلياته راح نورجيكم إياه. طبعا راح أفوت في أفضل بونص مع أفضل شخصي. طبعا زي ما شايفين أمامنا خلاط النيون، يعني هو متوفر فقط من إيفنت النيون، يعني إجانا من السوق، نزل على السوق واشتريناه، لكن ما بنعرف هل راح يرجع أو ما يرجع، بس الظاهر إنه الأسلحة القديمة كلياتها قاعدة بترجع، وبدهم الكل يكون عندهم جميع أنواع الأسلحة اللي مع الجميع. فخلينا نبدأ في البركات. طبعا زي ما احنا شايفين الإلمنت تبعه إنرجي ما بتغير أبدا، لأنه أسلحة النيون أغلبها إنرجي ما بتتغير أبدا. والبرك اللي بعده اللي هو الكريكتال دمج، عندنا كريكتال ريتنج، الريلود سبيد، وكريكتال اللي هو الكريكتال دمج، ثنتين كريكتال دمج، والموهبة الأخيرة معروفة تبعت الانفجارات اللي بتسبب 70% دمج. طبعا زي ما احنا شايفين دمجه 10,000، لأنه هو اوريدي يعني 106 ب 13,000 الهيت شوت دمج، زائد الشانس فيه 38 ب 320 الضرر في هذا السلاح. طبعا هاي من افضل البركات. طبعا في ناس ممكن يقولوا لي انا الريلود عادي بستنى على الريلود، بحط مساحة مخزن يعني، بس كل ما كثر المخزن كل ما يعني كل ما قلت معاك الفرصة والضرر، فلو تخليه ريلود بيكون احسن لك على الخلاط، خصوصا يعني خلاط قوي وممتاز جدا. فخلينا ننتقل على الشخصيات اللي راح نستخدمها لهاي الشخصية. طبعا راح استخدم الهيت بنت لسكيلتون، واكيد الكل يعني بيسالني زورو نستخدم بنت لسكيلتون؟ يا شباب بنت لسكيلتون هي ريسكن عن الاوربن اسولت، يعني نفس الشيء هي والهيكل العظمي السكيلت روبر والاوربن اسولت والرجاء كلياتهم، بس اللهم اشكال بتختلف عن الاوربن اسولت الاساسيه. طبعا راح نستخدم الشخصيه الاساسيه اللي هي السكيلت روبر او بنت الهيكل العظمي. طبعا كمان تقدر كخلاط نيون، طبعا هو اسولت، تقدر تستخدم له اللي هو ويبون دامج 24% للاسولت رايفل، وكمان تقدر اذا عندك اللي هو من ايفنت الكريسماس اللي هو الاوتلاندر، هاد بعطيك دامج 20% لأسلحة الانرجي، يعني اذا سلاحك انرجي راح تعطيه 20%، فبصير من 75% بصير دمجه 95%، تقدر تستخدم هذا البونص، وكمان تقدر تستخدم بونص اللي هو بنت عيد الميلاد، وانا طبعا راح استخدمها وراح اورجيكم ليش راح استخدمها. طبعا زي ما انتم شايفين بعطيني اللي هو الكريكتال هيد دمج 72%، انتبهوا 72% يعني رقم عالي وخرافي، وراح يكون الرقم امامك. فخلينا نورجيكم اول اشي ونوضح لكم كم راح يكون عندنا اللي هو الضرر، فنفوت على السلاح. طبعا زي ما انتم شايفين الضرر بعده زي ما هو 320 320. ليش؟ لانه في بق في اللعبه. فشو اللي لازم تعمله؟ تروح على الاستيماتيك، تطلع ترجع على الباك باك، وتروح على السلاح، فكينا السلاح، خلينا نركبه، نكبس عليه مثلث ونروح ونشوف صارت عندنا 392 الضرر، يعني راح يكون الخلاط يعني زي ما بيحكوها بشق شق، يعني الخلاط حيكون معانا قوي. طبعا راح نجربه، واكيد طبعا بما انه الاليمنت تبعه انرجي حيكون على جميع انواع الزومبي دمجه قوي وفعال 100%. فخلينا نفوت مهمه ونجرب هذا الخلاط امامكم. طبعا زي ما احنا شايفين حاليا امامنا دخلنا على المهمه. طبعا يعني بالنسبه لي انا مش من عشاق الاسلحه اللي بتاخذ طلق الانرجي. ليش؟ لانه بسبب تكلفه الطلق، يعني في ناس بيقولوا لك مش مكلف، لكن انت اذا راح تستخدمه بكثره راح تنكب في البيكون وراح تنكب في الفحم. فاوكي الطلقه الواحده مثلا بتعطيني، خلينا نشوف كم تصنيع الطلقه الواحده اللي هي من الانرجي، اللي هو 5 براغي، 1 برميل، 1 بطاريه، و1 لحمه. لكن اذا انا ظليتني اصنع باستمرار راح تطفر من هاي الموارد، عشان هيك انا كل ما يفلل معي طلق الانرجي بستخدمه خلاط النيون. فخلينا في البدايه نجرب ثبات السلاح. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو
ثبات السلاح وهيك الإطلاق تبعه حيكون معانا. طبعا يعني شايفين المخزن تبعه كبير، مش محتاج اللي هو مساحة زيادة، فراح نجرب في البداية على أول زومبي أمامنا. أوكي راح طار على السريع أبو عيون. أوكي أبو عيون راح، والثاني راح التيكر. أوكي التيكر باغتنا وهجم. أوكي التيكر شايفين الدم، يعني لما نيجي نجرب أسلحة 130 أو 106 يا جماعة الخير، السلاح مبين من قوته من البداية، يعني ما في داعي انك تقول 130 او 106، يعني السلاح اللي بيكون ضعيف خلاص ضعيف، والسلاح القوي ببين قوي حتى لو كان يعني 106. فهسا حاليا المقبرة راح، او صحينا المقبرة، خلينا نورجيكم انه كيف راح نشيلها بسهولة. طبعا ما راح نستخدم الطيارات ابدا، طبعا انتم شايفين الزومبي حاليا قاعد بهيل بعضه او بهلث بعضه. شايفين؟ نعطيهم كويف نهلث. حلو. كمان لا تنسوا قاعدين نستخدم او منشيل المقبره قاعدين من غير طيارات، يعني هذا الاشي انتم عارفينه انه كويس. كمان طبعا شلوني الزومبي هذول الزابر، شلوني لانهم ووتر. اوكي في زومبي من ورا بيطلق علي ولا خلص راح؟ بطلق علي، خزق ظهري طبعا. فشايفين يعني قدرت اشيل المقبرة من غير ما انه احتاج يعني طيارات او اي شيء من السلاح، فقط ركزت على ابو العيون على طول، يعني هو اهم شيء في المقابر، اول ما يرس بالابو عيون شيلهم على طول، والباقي بتشيله بكل اريحية. يعني شفتوا كيف؟ خلينا نشوف بلاستر ثاني، او خلينا نشوف هذول. اوكي يا سلام عليك يا سماشر، خلينا نشيل هذول. طبعا شايفين الانفجار قاعد بيسببه الخلاط، فخلينا نشوف السماشر. تعال يا سماشر، خلينا نجنن شوي، فخلينا نجرب. اوكي 100 طلقه، خلينا نشوف. طبعا راح اجيبها بالجسم، خلينا نشيل هذا اول شيء، خلينا نرد عبي مره ثانيه. 100، خلينا نطلق على جسمه. شايفين كيف اختفى؟ 81 طلقة، خلينا نحكي 20 طلقة أخذ معانا السماشر. السلاح 106، يعني شيء حلو وبطل للأمانة. شوف أبو عيون الثاني، شايفين كيف الانفجار اللي قاعد بصير 70% كيف قاعد بيختفي معانا على طول. طبعا هاي المزارع اللي حكينا لكم عنها ونزلنا لكم عليها شرح، اللي هي مزارع الذرة، إنه لازم كل ما تمر عليها. أوكي أبو عيون اتفقناش زي هيك، ثواني شوي. تعال خلينا نعطيه هيد شوت ونشوف كيف راح يروح معانا. اوكي طار معانا سريع طبعا في الهيد شوت، لانه معروف الاوربن اسولت يعني مجنونه في الهيد شوت، وبرتفع عندي معدل اطلاق النار، وبتصير بطله وخرافيه بنفس الوقت. خلينا ندور كمان على مقبره ثانيه، واذا لقينا الشيست كمان يعني نورجيكم القوه على اصولها زي ما بيحكوا للخلاط. والكل يعني يتاكد انه اذا عندك الخلاط طوره والعب فيه وانت مرتاح، لانه الخلاط جدا قوي وحلو للامانه يعني، وما بتفوت. لكن انا قلت لكم نظام لعبي في الخلاط، لما يفلل عندي الامو 3000 طلقه انرجي بصنع الخلاط وبلعب فيه، لكن اني العب فيه على مدار الوقت زي ما حكيت لكم راح يستهلك اللي هو الطلق كلياته من عندي. خلينا نشوف ابو عيون الانفجار تبعه، طبعا شايفين كيف بس من الانفجار تبع الخلاط كيف تدمج ابو عيون الثاني اللي بجنبه، وكيف فكينا وجهه. ف يعني اتوقع الامور واضحة بالنسبة للخلاط للامانة، شيء بطل خرافي واسطوري. كمان زي ما قلت لكم البونصات انت حر فيها، بتقدر تحط للاسول، تقدر تحط للانرجي، بتقدر تحط بنت عيد الميلاد اللي هي الكيكة، الكل بحكي لها يعني، ومعروفة بنت الكيكة بالضرر اللي بتعطيه، يعني صار عندنا الضرر في السلاح، يعني زي ما احنا شايفين شيء بطل وخرافي. كمان اللي هو الدم او الضرر صار عندنا اللي هو 392 في السلاح. والله انكم مزعجين. طبعا دائما كل ما اسجل مقطع لازم تشوفوهم هذول الورعين الصغار، يعني والله انهم مزعجين للأمانة، مزعجين يعني. أول ما بتوقف تلاقيهم هجموا عليك، ما بتعرف كيف أو من وين بيطلعوا لك. فهيك يعني أمور السلاح واضحة
يعني زي ما بيحكوها وضوح الشمس وقوته، بين كيف البلاستر او المست منصور او ابو عيون كيف بيختفي معانا، التيكر كمان قبل لا يوصل. وكمان الحلو فيه السلاح يعني اللي هو يعني 100 طلقة، فانت بتقدر تشيل مجموعة كاملة بكل اريحية وبكل بساطة، يعني شيء حلو هو مجنون. فبما انه وصلنا هذا المكان راح يعني خلص يعني امور الخلاط واضحة للجميع، خلينا نستكشفه مع بعض. يعني بما انه وصلت له لهذا المكان يعني لازم نورجيكم اياه ونشوف اذا في مكان جديد، فخلينا نشوف ونستكشفه مع بعض. اوكي خلينا نكسر هون، ما فيش طريق، هون في طريق على ما اظن. اوكي هي في هون طريق، اوكي نشيل هدول اللي عندنا هون، الزومبي هون الحراس طبعا هون دائما اي يعني او اي مكان زومبي بتشوف فيه زي هيك اماكن مخفية بتتأكد انه في صندوق. اوله اوله اوله، طبعا هاي مدينة الاقزام اللي هون، خلينا ننظفهم. هذا مش عارف ماله الغبي او شو بيعمل، طبعا شايفين كيف الخلاط لما يخلص الامو تبعه كيف بيطفي اللون تبعه. يا سلام يا سلام على الاقزام، طبعا هون الاقزام. يعني هذا المكان ما بعرف مين فيكم وصله، فحبيت بما انه قربت على هذا المكان اني اورجيكم اياه وتشوفوه ونشوفه مع بعض، وان شاء الله انكم يعني وصلتكم اللي هو يعني قوة الخلاط وشفتوها بعينيكم كيف قوي الخلاط وبيستاهل انك تشتريه. ولا تفوتوه كمان للي عندهم، طور بركاته زبطه، يعني راح تستفيد كثير منه، خلاط قوي ورائع جدا. وهذا المكان للي وصلوا وشافوا يا ريت يكتب لنا في الكومنتات، ويعطيكم ألف عافية، وبنشوفكم في مقاطع جديدة إن شاء الله. وأي سلاح بدكم ننزل عليه مقطع يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عشان ننزلكم عنه إن شاء الله.